أليس ونوة يتصدران قائمة الأسماء الأكثر شعبية في السويد. أصدر مكتب الإحصاء المركزي السويدي SCB قائمة بالأسماء الأكثر شعبية في السويد. القائمة أظهرت جيلاً جديداً من الأسماء المنافسة مع احتفاظ بعض الأسماء التقليدية بمكانتها. وبقي اسم أليس للسنة الخامسة على التوالي الاسم الأكثر شيوعاً للفتيات حديثي الولادة. فيما احتل المرتبة الأولى بالنسبة للأولاد اسم جديد هو نوع، ولوحظ ازدياد الإقبال على اسمين بشكل لافت هما بيورن للأولاد وبوني للبنات. وحصل 139 مولوداً جديداً على اسم بيورن في العام 2020، ولوحظ اتجاه مماثل لاسم بوني الذي أعطي 191 فتاة في العام 2020، فيما تراجع اسم فيلمر الشهير بنسبة 24% العام الماضي، وكذلك تراجع اسم بيانكا بنسبة 31% مقارنة بالعام 2019. وفيما يلي قائمة الأسماء العشرة الأكثر شعبية في السويد خلال العام 2020 للفتيات: أولاً أليس، ثانياً مايا، ثالثاً إلسا، رابعاً أستريد، خامساً فيلما، سادساً فريا، سابعاً أوليفيا، ثامناً سيلما، تاسعاً ألما، وعاشراً إلا. للأولاد: أولاً نوا، ثانياً فيليام، ثالثاً هوغو، رابعاً لوكاس، خامساً ليام، سادساً أوسكار، سابعاً أوليفر، ثامناً ماتيو، تاسعاً إلياس، عاشراً آدم.